مساء الخير، وخليني الفيديو ده اكمل عرض لتصميمات المتابعين اللي بتوصلني، واستغل برضو ان ما يبقاش فيه وقت كبير بين الجزء الاول والجزء الثاني. طبعا من كتر الشغل اللي وصل هو مش هيبقى فيه بس جزء اول وجزء ثاني، ده ممكن يوصل لجزء ثالث وجزء رابع، ممكن تبقى سلسله مستمره طول ما الناس بتبعت شغل. افكرك تاني لو بتشوف الفيديو لاول مره او لو انت جديد في القناه، لو حابب تشارك بتصميمك مهما كان بسيط، مهما كنت انت لسه مبتدئ او محترف، ابعته على صفحه الفيسبوك، هتلاقي اللينك في الديسكربشن او في الانستجرام او في اي حاجه سهله بالنسبه لك تعرف تبعت بيها الشغل. بعد كام ملاحظه كده على الفيديو اللي فات، في شخص محترم اقترح ان انا احط اسامي المصممين ولينكات البروفايلات بتاعتهم عشان لو حد حب يتعاون معاهم. دي ملحوظه كويسه، ارجع دلوقتي للجزء الاول هتلاقيني في الديسكربشن حطيت لينكات كل المصممين اللي ذكرت شغلهم، وفي الفيديو ده هعمل كده برضو. اخر ملاحظه هو اعتذار عن ذكر غلاف روايه انتي خريستوس للمصمم المحترم اسلام مجاهد، وصياغه الكلام لما رجعت سمعتها كانت باينه على الناس استشهاد بيها كانها تصميم ضعيف. بعتذر عن الخطا ده، انا كنت بس بذكرها لمجرد التشبيه بمثال لا اكثر وما بقللش منها، وبشكره ان هو جه كلمني وخلصنا الموضوع. بعد المقدمه الطويله دي خلينا كده نبدا. عبد الرحمن وائل باعت ده تمام، اعتبره تدريب على الدمج والظل، وكويس ان انت فكرت، فانت اعتبرت ان طالما هنا في لسعه نور فيبقى ده اتجاه النور، فبالتالي ظل ديد بول يبقى هنا، كويسه ومنطقيه. ماشي، الفتره اللي جايه بقى شوف ازاي تعمل ريتاتش على الصوره وريتاتش على الخلفيه بحيث الاثنين يبقوا اكنهم واحد، اكنهم ده مشهد حقيقي متصورين مع بعض. كمان بعد ده، والحقيقه انا مش فاهمه وما بحثتش الحقيقه بالصوره في جوجل صور، يعني انت جبت الجالاكسي وحطيت قدامها جبل، طب مال سوبرمان بالجبل؟ وليه مثلا هي مكتوبه على الجبل ومش مكتوبه فوق كده في السماء؟ يعني بالنسبه لي كان تصميم غير مفهوم، لكن تطبيق تمام، اعتبره تطبيق ان انت ازاي تعمل الكتابه اللي هي الانجريفد المحفوره. انا يعني محتاجه منك شغل اكتر من كده. واخر حاجه بعتها كان ده لرمضان، هو انا مش عارف ليه شخصيا، وان يعني ان حاجه عجباني او مش عجباني ده مش مقياس خالص في النقد، بس بحس ان تصميمات رمضان بيكون افضل لو خدت سماء زرقاء، زرقاء غامق كده بالليل، عشان السوداء بحس انها بعيده شويه عن رمضان. من اللي انا شايفه، شايف ان انت محتاج تهتم شويه بالاطراف، لان اطراف الهلال باينه انها زي ايه، مشرشره كده، او مش زي ما بنسميها مش نظيفه. طبعا ده مش عيب، مش نظيفه يعني ايه، مش متساويه، او مش واخده سوى واحد، مش واخده كيرف عادي، في حتت كده زيادات. كذلك هو الحال في رمضان. الحل ان انت يا ترجع تعمل تريسنج او ترسمها تاني بالبين تول، يا اما بالريفاين ايدج تبدا تظبط كده ايه السموزنس والكونتراست لحد ما تديك شكل حوافه متساويه او حوافه ما فيهاش ايه الشرشر او التقطيع ده. كذلك انت المفروض ان عندك الهلال متوهج، بس انا مش شايفه متوهج، لان انت تقريبا على حد ما انا شايف عملت اوتر جلو وتقريبا مخلي البليند مود بتاعه اوفرلاي مثلا، فهو ايه عمل شبه توهج على السماء. لا انا شايف ان انت كنت تخلي الاوتر جلو زي ما هو وينعكس معاك بقى الاضاءه بتاعته على اطراف التله الرمليه اللي هنا مثلا، كان الشكل هيبقى اكثر واقعيه. عبد الرحمن محمد بعد ده بيقول ان ده اول منيو يعمله. طيب والله هو الشكل كويس، استخدام اللون ده بيجوع، الفونتات بس حاسس انها مش مناسبه، يعني انت كاتب فرايز واكستراز بفونت كويس مناسب للفكره، بس برجر وهوت دوج بفونت مختلف، ومنيو وكافيه والحاجات دي فونت تقليدي، او كنت محتاج تشوف فونت شبه ده. اعتقد انت كاتب بيه فرايز ده اسمه كوميكا تقريبا او حاجه شبه كوميكا، فيعني كنت غير الفونت. انا شايف ان الفونت اللي في الوش يعني، لان ده بتطبق على ثلاثه، مش مناسب. والفونت كاتب اللي هو يور مود از وان اوف ماي 30 مود، انا مش فاهم الحقيقه السلوجان، يعني ايه المود بتاعك من ال 30 مود على اساس ان الكافيه اسمه 30 مود؟ طب وهل الكافيه بيتكلم عن نفسه وبيقول ومش يا بص يجوز انا ايه تايه دلوقتي ومش واصلني الفكره، بس انا مش معجب بالسلوجان خالص. كذلك الفونت بتاعه رسمي قوي ومباشر قوي، اسمه ايجنسي تقريبا او حاجه شبهه، بس الشكل العام كويس، بس شايف ان اللون الاسود مش مناسب، يعني كان خليه بني غامق لكن اسود شايفه مش مناسب. كذلك هو الحلف الظهر كنفس الكلام. وارجع بس للوش، لو الساندوتش اللي هنا كان الساندوتش كامل بدون خلفيه بالنسبه لي كان هيبقى افضل بدل القطع العشوائي ده. احمد خيري باعت بيقول بوستر لمسلسل فالنتينو، وهو صاحب قناه اسمها يلا رمضان. انا الحقيقه ما اعرفش ايه قناه يلا رمضان، ما سمعتش عنها قبل كده، بس ماشي. هنا المشكله يعني بعد ما شفت ده لازم في القريب العاجل اعمل فيديو يعني ايه بوستر. 100 مره قلت في الفيديوهات وما تفهمش، يعني ما تاخدش رايي اللي هو هجومي، بس جايز ايه عشان انا مش محضر، بس 100 مره قلت تغيير الخلفيه مش بوستر، يعني ان انا اجيب صوره عادل امام من المسلسل الاخير ده تقريبا او قبل الاخير اغير الخلفيه بتاعته واقول ده بوستر، لا مش بوستر. وبعدين ايه الخلفيه دي؟ انا ما سمعتش عن المسلسل، ما اعرفش هل هو رعب يعني، خلفيه الغابه اللي كلها فروع شجر شكلها مرعب، بس في النهايه كاتبين بفونت بامبي بقى كده وزي ما بيقولوا مدندش، فيعني لو هنتعامل مع ده كان انت بتقدمه بوستر المسلسل فهو غير مناسب على الاطلاق، مفيش فكره، مفيش ادراك كامل يعني ايه بوستر، التنفيذ متواضع، يعني في زيادات في القص هنا اهو وهنا، الالوان طبعا الخلفيه في حته وعادل امام في حته، الكونتراست كذلك، فماشي ده لو هنتعامل معاه على بوستر. ما اعرفش ده اول
حاجه تعملها ولا لسه انت في بدايتك؟ لو لسه في بدايتك فكويس، اشتغل على الموضوع، ابدا بقى ايه، دور على الافكتات، الاضاءه، الكالر ماتشنج، ازاي اوفق بين اللون الخلفيه ولون الصوره نفسها. بس ماشي كبدايه نقدر نقول كويس، لكن لو مش كبدايه فخد النقد اللي انا قلته في الاول ده افهمه كويس، لان لو مثلا انت لو بقالك كتير سنتين ثلاثه ولسه بتعمل الحاجات زي دي، لا يبقى محتاج ايه تشد شويه على نفسك. احمد السيد بعت لي البوستر ده لفيلم دكتور سترينج اند ذا مالتيفيرس اوف مادنس، نفس الكلام اللي قلته على برضو كان حد بعت بوستر لدكتور سترينج الفيديو اللي فات. ما اقدرش احاسبك على الفكره لان مفيش فكره، احنا ما نعرفش الفيلم فيه ايه، بس ماشي يجوز ما يميز ده عن التاني ان انت اهتميت بدكتور سترينج، لان خير اللهم اجعله خير ده الفيلم بتاعه، فواخد وضعه قوي. انت تقول متاثر بنظريه عوده فيجن، جربت حكايه النظريات دي ولقيت ان هي يعني ماشي خلاص هيظهر فيجن. يعني انا اخر حاجه سمعتها ان واندا تقريبا هي هتبقى شبه فيلن، وان الفيلن الرئيسي هيبقى اسمه نايت مير. قلت الحاجات دي بس دي في فيديوهات النظريات مش موضوعنا دلوقتي، وهيضحك عليها ويفهمها ان دكتور سترينج هو مش عارف ايه، فهتبقى هي شبه شريره وترجع تفوق في النهايه ليله كده. بس الشكل العام عندك كويس، مش فاهم الاربع كره ارضيه هل دول بيمثلوا الابعاد المختلفه؟ طب اذا كانوا هم بيمثلوا الابعاد المختلفه فليه هم شبه بعض؟ دي ملاحظتي. والنور الازرق ده مش عامل اي حاجه على شعره؟ اي نعم هو منطقيا ما يعملش، بس لما تكتر من مصادر الاضاءه برضو بشكل منطقي شويه ده بيخلي البوستر اكثر ملحميه. مش عاجبني انت قصص الشعاع والحاجات اللي بتطلع حوالين ايد واندا، قصصها بشكل حاد ومتجاهل تماما وما رجعتش حطيتها تاني، كذلك ايد دكتور سترينج برضو. بس دي الملاحظات اللي عندي. الخطوط اللي في الخلفيه ملهاش لازمه، او معموله وحش فبقى شكلها ملوش لازمه. عارف ان دي النافذه اللي في السانكتم سانكتورم، بس يعني مش ليه موجوده هنا؟ كان ممكن تجيب النافذه نفسها صوره حقيقيه ليها، ان شاء الله حتى سكرين شوت من الفيلم، وتحطها وراها كده وتبقى متوهجه، ووراها بقى الشغل اللي انت عامله في الخلفيه يكون الشغل ده طالع من النافذه. ده هيديك فرصه ان انت تخليه متوهج قوي وتعمل ايه ريم لايت بقى ايه وشغل الشقاوه بتاع الاضاءه ده، الشكل كان هيبقى احسن. علاء طارق بعد ده انصح ترجع للفيديو الاول، قلت كام حاجه على التصميمات بتاعت لعيبه الكوره عشان بس ايه ما اطولش في الفيديو ده واعيد الكلام تاني، فارجوك يعني ارجع شوفه. ما عجبنيش بس طريقه حفظك للحقوق اللي هو كبيره قوي ومكان غير معتاد، يعني من الاماكن المعتاده لحفظ الحقوق اللي انت تقلب ده تخليه ملفوف وتحطه هنا كده واصغر من كده بياما، ويا ريت قدام تعمل لك لوجو يعني. بس هو الشكل كويس، انا عامل الخلفيه الابيض واسود حاسسها منشزه شويه، كان ممكن تبقى بنفسجي غامق بحيث برضو الاضاءه بتاعتك تبقى ايه باينه، او بنفسجي باهت خالص، الا لو مثلا بشكل ما اللعيب ده كان في فريق بيلبس اسود، يعني مش عايز افتي في الكوره بس ده اللي انا شايفه يعني. عمرو محمد بعد ده من فتره وكتبت له نقد عليه في رساله ورجع بعته تاني في الفيديو، فانا مش عارف المفروض اقول ايه تاني مختلف عن رساله. فالنقد بتاع ده ماشي، محتاج يعني مش فاهم ليه صوره ابو الهول مخضره، بحس ان الاهرامات مش مخضره، ادي ده كده بالنسبه للكالر ماتشنج. حاولت تاخد التايبوجرافي الرسمي، طب شيل الزيادات السوداء اللي هنا وهنا في حرف الصاد. الكتاب مكتوب عليه ايجيبت، ما افتكرش ان حاجه دي كان ذات اهميه في الفيلم او ظهرت اساسا في الفيلم. عندك مشكله برده في الكالر ماتشنج، كل صوره في بحر، بص الجلد هنا لونه ايه وبص الجلد هنا لونه ايه وهنا لونه ايه، بص الصوره دي من كتر ما انت كنت جايبها صغيره وكبرتها وحاولت تعمل عليها اللي هو انشارب ماسك بقت حوافها حاده قوي ومنشزه عن بقيه الصور. صوره محمد سعد ناعمه، صوره امينه خليل خشنه، محمد رمضان واخد شيفت شمال ليه اساسا؟ فكان ممكن تقربه كده ناحيه محمد سعد شويه، تخلي العناصر متضامه شويه. صوره عبد العزيز مخيون عايزه تفتح شويه، ويعني ابدا اشتغل على اكتب كده فوتوشوب كلر ماتشنج توتوريال، تفهم انت بتوازن بين الصور ازاي. ايمن بعد ده ماشي، بحب انا الافكار دي. الاضاءه افورت منك قوي، يعني سمكها غير متساوي، تخين من هنا ورفيع من هنا، فبين حته الصخر دي على انها حته ورق، فاهم؟ ملهاش سمك. بلورت النار اللي ورا زياده، انت عايز تبينها اوت اوف فوكس، بس مش كده برضه يعني كده مبلوره زياده عن اللزوم، باين قوي ان المنظور بتاع قطعه الارض اللي طايره دي غير ماشي على الاطلاق مع منظور الحصان، حتى تحس ان هي ايه مايله هتوقع الحصان اساسا. فكره ان الديل بتاعه منور معرفش ليه شايفه غريبه، بس طالما فكرتك يبقى تمام. الشعر بتاعه يبقى منور اكثر منطقيه، وان يعني باين انه فيك شويه لان النار طالعه على دماغه، كنت خليها بس في نطاق الشعر، والنار اللي ورا دي تصلح ما تخليهاش مبلوره قوي كده وتديها بقى الاضاءه هي. انصحك بقناه اسمها بيني برودكشن، واي حد عايز يعمل بقى يعرف ازاي يعمل اضاءه وريم لايت وشغل كده محترم، خش على بيني برودكشن ده شوف هو بيعمل الاضاءه ازاي وابدا قلده، هتفهم الدنيا وهتديك شكل افضل. محمود حسن، فوتو مانيبيوليشن، فكره سرياليه غرائبيه تخيليه، تمام. السقف ميه والارض ارض واحده طالعه من مش عارف باب، في توهج واحد رائد فضاء، ماشي. الكومبوزيشن الغرائبي ده تمام. الشراره كنت قلت كده تقريبا في مراجعه بوستر فيلم حمله فرعون، الشراره كل ما كانت قريبه من حواف التصميم ده بيخليني اسال فين مصدرها، فابعدها شويه واستغل الايه الحتت
الحتت المتناثره، ما بيبقاش عندي كتله كده في اليمين سحبه عيني عليها، ما عنديش ملاحظات كتير قد انا عارف ان هو تصميم تخيلي جميل ينفع يتشير، حاجه ينفع تقف بهانس. بس طبعا ايه، في علاقات انت تجاهلت حلها الواقعي على الاطلاق، زي العلاقه بين المبنى والميه، كانت تبقى لفته حلوه لو بدات تفكر ازاي تحل الحافه اللي ما بينه، او خط تقاطع السقف الميه مع الحيطه دي، فانت يعني للاسف استسهلت فيد ماشي. بس يعني كان والله كنت هفرح لو شفت ايه خط الانفصال ده محلول. كذلك انا عارف انه تخيلي، بس ليه هم ما لهمش ظل على الارض؟ واتيفر ايه مصدر الاضاءه، بس دي طايره قدامها كده ظل خفيف على الارض، ده طاير قدامه ظل خفيف على الارض. يعني ده رايي، بس هو في النهايه الشكل العام كويس جدا، يعني اشتغل على كده وفي الايام اللي جايه او في الفتره اللي جايه هتطلع شغل محترم. يعني ماجد علاء الدين باعت البوستر ده لفيلم اند جيم، وبيقول ان هو راسم، تكنيك الرسم حلو. يعني انا ما بحبش تكنيك الرسم اللي بيبقى فيه جريدينت، بس طبعا مش معناه كده انه وحش. انا زي ما قلت احب، انا شخصيا احب او اكره، ده مش مقياس استند عليه في النقد. يمكن بس عندي ملاحظه ان كان ماشي حبه كده من وش ثانوس بانو شويه، وحبه من وش ثور على الاقل من الجناب، والايد بتاعت الستورم بريكر مش خضراء، كانت اديها في البنيات. اعتقد التوهج اللي طالع ده كان برضو طالع من رجله، كان محتاج ياخد ايه حتت برتقاني، عشان ده اللي كان اعتقد على ما افتكر ده اللي كان في الفيلم. الشكل حلو، الشكل العام حلو، بوستر بسيط ينفع يتطبع يتعلق، فكرني بده. طبعا مش بقول ان انت مقلد ولا حاجه لا سمح الله، انا بس بقول لك اللي جه في بالي لما شفت. بس طبعا دول مش مرسومين انت، مشكورا رسام معتز علاء باعت ده، وبيقول بوستر لفيلم هو اللي مصوره تقريبا او هو اللي عامله. طيب وانا ما شفتش الفيلم، هل الصوره دي معبره؟ ده السؤال. لو اجابه السؤال عندك معبره، تمام. لو اجابه السؤال لا هي مش معبره، هي بس صوره عميقه خدتها فيلم ستيل من الفاينل كات بتاع الفيلم، فلا يبقى مش بوستر. فاجابه السؤال هل ده بوستر ومش بوستر عندك، الصوره دي بالخيط الاخضر ده في وضعه ده مناسبه للفيلم، او بتحكي حاجه في الفيلم او فكره في الفيلم، تمام احسن. لا يبقى لا، البوستر بيبقى بالطول، ده ممكن يبقى ثامب نيل مثلا. فانا عايز اشوف بقى لو هي دي الفكره هتعملها ازاي بالطول، يعني يا ريت لو عملت حاجه زي دي تبعتها لي. طيب عندنا محمد خطاب باعت البوستر ده لفيلم الجوكر، الوانه حلوه، ما شفتش بوستر لفيلم الجوكر عمل الالوان دي، مناسبه للاحساس الفينتج اللي في الفيلم، بحكم انه بيحكي فتره في التسعينات تقريبا او قبل كده مش فاكر. هو انا بشوف حل بسيط حتى انا بستخدمه، لما ابقى مش عارف ارسم فيكتور ما اعملش فيكتور. يعني انا ما بعرفش ارسم فيكتور، انا بتكلم عن نفسي كاحمد فهمي ما بعرفش ارسم فيكتور، وانت واضح ان انت كمحمد خطاب ما بتعرفش ترسم فيكتور. ملوش لازمه الكات اوت، ليه؟ الصوره الكواليتي بتاعها سيئه، نحاول نحسن الكواليتي بتاعها، لكن ما تغلطش الغلطه دي وتعملها كات اوت. يعني انا عملت الغلطه دي من زمان جدا في بوستر لفيلم 122، وبرجع ابص له دلوقتي وانا عامله كده ليه؟ مش فاهم عامله كات اوت ليه، او ليه يبقى مرسوم؟ طب ممكن يبقى حقيقي. فكر وانت بتجمع الصور ايه مع ايه، يعني هنا دماغه طالعه حلوه جدا وعامله كده حاله حزن ويا وصراع، هنا بسم الله ما شاء الله نايم على الارض والارض طايره وفوقها مباني. لا يعني محتاجين نفكر في علاقات الحاجات ببعضها، يعني هنا بيعيط وبيصرخ في القط، طب ما اجيب له هنا ده وهو بيحاول يضحك وبيعيط واحطها هنا، واقوم منزل الصوره دي هنا بحيث الارض بتاعت الصوره دي تبقى نوعا ما ماشيه مع الارض بتاعت دي، يبقى شكل منطقي. انما ايه الارض دي وطالعه هنا ليه اساس؟ ايه الزوم؟ مش فاهم. وهنا برده مباني، فلا انت محتاج تفكر انت بتستخدم ايه. هو مش للاسف مش اي حاجه في اي حاجه، يعني هنا مباني وواضح ان المنظور بتاعها جايبها من الفرونت وش كده، او انا مثلا بدرون او بصور من طياره، بس في النهايه انا شايف الواجهات اليفيشن فرونت، او جاي هنا حاطط مباني واخده كده شكل ايزومتريك، ليه المنطق في كده؟ مش قادر افهم. وفيد نحاول بقى نشوف حل للفيد ده، يعني انا لو هحل مشكله الفيد هعمل ايه؟ هقوم جاي في الصوره بتاعت ارثر فليك وهو ماشي كده رايح الصيدليه، قصص المباني ويبقى اطراف المباني باينه، واجيب صوره الجوكر ورا المباني. لكن الفيد كده اللي هو ايه ده، المباني مخترقه رقبه الجوكر، ما بفضلوش. محتاج تهتم بقى بجوده التنفيذ، ماشي انت عندك تكوين، محتاج تبدا ترتب عناصره بشكل منطقي. بس احسنت، يعني الالوان حلوه وجديده. محمد حسن باعت ده غلاف روايه تترايونكس او ترايونكس، مش عارف بقى هل ده حاجه مصطلح طبي مثلا. ماشي، هو بيقول ان هو دمج الصور مع بعض عشان تديله المشهد، حلو الله ينور، بس اسم الروايه مش واضح بما يكفي، خصوصا ان انت جايب كلمه اساسا صعبه. يعني انا جايب كلمه صعبه لو مكتوبه بابسط فونت في الدنيا ممكن الناس تتلخبط وهي بتقراها، لا انا عاملها ايه مشكلها في بعض. ده غير ان الوان المشهد اللي فوق غير ماشيه على الاطلاق مع الوان الكتابه، والمشهد اللي تحت ده غريبه انا لسه واخد بالي منه ليه، بس ماشي اكيد ده بيخدم حاجه في الروايه، لكن انت في النهايه داريت عليه خالص، فممكن تشوف له مكان احسن من كده، مش عارف الحقيقه ممكن تحطه فين، بس مكان ما يكونش متداري او كده، انا لسه واخد بالي منه، مع اني بصيت في التصميم ده امبارح ما خدتش بالي من المشهد اللي تحت، بحسبه اضاءه ولا حاجه. ناني نارو سينجو بعد دول. طيب بص يا ناني نارو، اكيد ده مش اسمك مبدئيا، يعني اكيد انت اسمك حاجه بالعربي، وانا مش هتكلم في النقد على التصميم قد ما هتكلم في حاجه ثانيه، وهي تقديم نفسك للناس. عايز تقدم نفسك كمصمم محترف، الناس تبدا تاخدك على محمل الجد. انا دخلت في البروفايل عندك، بالنسبه لي اللي كان بيكلمني واحد طالع من مسلسل انمي، ماليش حكم ان انا احكم عليك شخصيا، انت تغير اسم البروفايل
بروفايل وتظبط بروفايل. لا انا قصدي اقول لك ما ينفعش تقدم نفسك على انك ايه شخص معدوم الاسم ومعدوم الهويه ومعدوم الشخصيه. لا انا عايز اعرف مين ناني نار وده، هل ده اسمك؟ يعني فين اسمك الحقيقي؟ فين صورتك؟ قدم نفسك على هذا الاساس، قدم نفسك كمصمم شخص ومش بس انت. بشوف واحد مسمي نفسه مثلا ايه زيزو جي اف اكس، ميدو جرافيكس، سيسو فوتوغرافي. لا بلاش، الاسامي دي هي اللي بتخلي الناس ما تاخدناش على محمل الجد كمصممين. يقول لك العيال اللي بتلعب بالكمبيوتر دي، فالنبي والنبي راعوا حاجه زي دي في الاسامي. فيا ناني نارو ماشي، الشغل شكله كويس، محتاج تعمل حاجه مختلفه. سيبك بقى من البانلز او اللي انت بتعملها في الخلفيه بتاعت الكوميكس دي، وابدا اشتغل على الدمج اكتر من كده. يعني خلاص هتفضل مليون سنه حاطط بانلز من المجلات بتاعت المانجا وخلاص؟ لا نبدا بقى نشوف تصميمات تانية، لان انت لو حياتك كلها انمي على عيني وعلى راسي. ناس كتير بتتفرج على انمي بس بتعمل حاجات تانية في حياتها، لكن ما تخليش الانمي يسيطر على دنيتك وعلى شغلك وعلى كل حاجه. اخيرا اختم او ماكس فالين بعد ده. هو ده بيفكرني بالدرس الشهير اللي اي حد لسه بيبدا بيطبقه بالبورتال افكت. بس ده الميزه اللي فيه ان انت جودت فيه شويه، ان البورتال او البوابه بقت شبه واخده ايه وضع منظوري، مش بس سايد فيو، بقت واخده كده ايه شبه برسبكتيف. ماشي، ما عنديش بس مشكله غير ان ما ينفعش تبقى هي مصدر التوهج ومطفيه للدرجات. في مليون طريقه تخليها شفافه من غير ما تبقى مطفيه، بعده بقى طرق. ممكن اخد لير الخلفيه واحط جواها كليبنج ماسك وبالبليند اف، يعني في ليله. المهم ما يبقاش ايه مطفيه للدرجات. الاضاءه هنا اعذرني سيئه للغايه. برضه انصحك بقناه بيني برودكشن، خش شوف بيعمل الاضاءه ازاي. الريم لايت بيبقى يا دوبك خط كده، مش كل ده، مش مالي الجناح كله اضاءه، وعلى النقيض مفيش هنا او في هنا ومتغير البليند مود بتاعها فمش باينه. لا فمحتاج تشوف الاضاءه. ما انت الظل، يعني هل كل راس الديناصور ده ملهاش ظل على الارض؟ معقول يعني؟ بس يعني هو شكله حلو جدا، بس انا عندي مشكلته بس ان هو الاضاءه مش معموله باتقان على الاطلاق. كمان الديل ممسوح مسح عشوائي. عايزين نشوف ونفكر في حلول لخطوط الانفصال اللي هي مجننه الدنيا دي. يعني انا ما عنديش مشكله ان لو جبت البوابه دي وصغرتها خالص على الديل وبقت هي خط الانفصال اللي مطلع الديل من البوابه، لكن ما تبقاش فيد. انت بتحسسني لما بشوف حد عامل فيد كده في حته مهمه زي دي، كانه بيقول لي بقول لك ايه خد يلا. فلا تم بالتفاصيل دي اكتر من كده. بس اكتفي بهذا القدر الفيديو ده. وطبعا في جزء ثالث، وبكرر نفس الرساله عشان ما حدش يبعت لي وهو زعلان مني. لو الشغل ما ظهرش الفيديو ده فثق وتاكد انه هيظهر في الفيديو الثالث، هيظهر في الفيديو الرابع. انا نزلت كل الحاجات اللي وصلت لي واللي لسه بتوصلني، ومش ناسي شغل حد. الفكره بس ان انا بجمع الناس اللي مع بعض اللي عندي تعليق لحظي عليهم، لان انا الفيديو ده ارتجالي مش مكتوب. فما تقلقش، شغلك طالما بعته لابد هيظهر في فيديو من الفيديوهات. واضح ان انا ايه ما بسيبش مسافه وقت بين كل فيديو وفيديو كبيره، خلي الفيديوهات بتنزل بسرعه ورا بعض في الموضوع ده بالذات. ولو انت بعت لي اكتر من تصميم انا عرضت منهم واحد فرحلت التاني للفيديوهات التانيه، عشان بس ايه ما نبقاش خدنا حق حد ووقت حد. فانتظروني في الجزء الجاي والاجزاء اللي جايه بشغل ناس اكتر. وبصوا في الديسكربشن هتلاقوا لينكات بروفايلات الناس دي عشان اللي حابب يتعاون معاهم. اتمنى كل حد سمع نقد على شغله يتقبله بصدر رحب، واتمنى الناس ما تبطلش تبعت شغل وبس كده. وطبعا الاستامبه بتاعت كل مره ان لو عجبك الكلام ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت تحب تسمعني تاني سواء في المحتوى ده او في محتويات اخرى تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وسيفرت على الفيسبوك. ولو انت من محبين الانستجرام تعمل لي فولو على الانستجرام. واهم بقى من كل ده انك تشوف الفيديوهات اللي فاتت وبس كده. شكرا جزيلا.